بسيط من المقاومة الفلسطينية. بتقول إنها المقاومة الإسلامية وهي جزء أقل وأضأل من كلمة مقاومة إسلامية. فلسطين بشعب فلسطين بقضية فلسطين ما هيش حماس. لا طبعا. 21/11 اختزال القضية في حماس فقط هو تقزيم للقضية وضياع لحقوق الفلسطينيين. في نقطة يعني. النبي أستاذة جيهان 21/11/2012 بعد عملية السحاب اللي اتقام بيها ما بين إسرائيل وغزة عمل إيه الدكتور مرسي؟ مش مضى على وثيقة إن لو أي حد من حماس قام بالمقاومة يعتبر معتدي؟ أي أنك أنهيت المقاومة وأنهيت القضية الفلسطينية وحاطت خطوة لاستقطاع شمال سيناء وغرب نهر الأردن لصالح غزة وتنتهي القضية الفلسطينية بالكامل. يبقى مين الخاين؟ مين الغدار؟ مين اللي بيخون المنطقة العربية والإسلام ومصر؟ بتوع سيناء ولا أنتوا؟ سيادة اللواء إيه الكلام ده؟ أنا مش فاهم هي مين به فضيلتك دي، يعني محمد بديع فضيلتك ولا؟ والله حضرتك ده موجود في المصري اليوم على عودة الزملاء، يعني مش احنا اللي بنقول، بس هو مين به والتاني قال له فضيلتك. طيب هو في حاجة مهمة قوي، لو خيرت الشاطر اللي فرغ الكلام ده زي ما حضرتك قلتي طلع على الإعلام ازاي وهو يدينه؟ ده سؤال لازم يتجاوب. يعني في هناك رصد لمن يعتقد انه بيفهم في التكنولوجيا والأدوات والتصنت وبيدعي أن عنده جيش وبيدعي أن عنده أجهزة مخابرات وده كلام بثلاثة تعريفة. لا يا فندم، ده مسلم من الداخلية في اسم قيادة في الداخلية هي أيوة. اللواء ثروت. كويس جدا. حتى الاسم موجود في المصري اليوم. مش ولذلك أنا حبيت بقى عشان حضرتك تقولي الأصول عشان الناس تفهم. إذن هناك رصد على من يتخيلوا أنهم زي ما الدكتور محمد مرسى أيام الانتخابات كان بيقف ويقول أشياء وجمل ملغوزة وفاكر أنه صلاة النبي أحسن هو الرجل بتاع المخابرات. لا تنزلوا من على جبل أحد لسه الغنايم مش وقت الغنايم. خلاص بيكلم بقى جبل أحد أنا مش فاهمينه وإيه الغنايم، وأنت رايح لغنايم مش رايح لحكم. طب أنت بقيت في الحكم. طب أدي كمان قصة تانية، إحنا ورا المتحف ويا مقلاع وأسماء كودية، وقال يعني الناس فراكيكوا قوي. طيب ما أنتوا مرصودين ومفهوم أنتوا رايحين فين. هذه أمور مع الأسف الشديد بتدل على أن اللي عايش مع نفسه وله فاهم يعني ايه سياسه ولا فاهم يعني ايه دوله. واكد لك يا استاذ جيهان حتى الان هذه الجماعه بكل رموزها من ساسها لراسها ليست عندهم رؤيه لمعنى كلمه دوله. ما يفهموش يعني ايه دوله، مش في دماغهم. هما في دماغهم جماعه نكسر المؤسسات، وهذا شيء بيدل على ان اللي بيعمل ده اوصفيه باي وصف انت عايزاه الا انه يكون سياسي او وطني أو فاهم يعني إيه دولة تمشي. طيب هو السؤال يا سيادة اللواء، هما سؤالين في الحقيقة، سؤال من شقين. إذا إحنا كنا كلنا طبعا علمنا اللواء الراحل عمر سليمان في شهادته في أيام محاكمة مبارك وتكلم عن دور لحماس في ما حدث من قتل للمتظاهرين، الكلام ده يعني إحنا مش جايبينه مش تمام. سر يعني تمام. الحاجة الثانية لما تنشر هذه التفريغ للمكالمات ونفهم إنه في اتصالات مع جماعات معينة، ألا يحتاج المواطن المصري سواء اللي عنده شهيد في البيت مات ولسه مش عارفين دمه راح فين، او المواطن اللي زي حالتنا اللي مش فاهم ايه اللي بيحصل في الدوله، رد من قبل الاجهزه الامنيه سواء الجيش المخابرات او الداخليه عن طبيعه هذه المكالمات؟ مين قتل ولادنا؟ مين المسؤول؟ المكاشفه ضروره واهميه مهمه جدا ان المصريين يفهموا ايه اللي كان بيحصل ايام الثوره. انا مع حضرتك ومع اي حد يطلب المكاشفه النسبيه، وبحب اقول كلمه نسبيه، لان أي. بالنسبه لي اي قيادات سياسيه او اجهزه امنيه على مستوى راقي دائما المعلومه بيبقى ليها حساب، بتتحسب بفائدتها وضررها. يعني انا ممكن أخدها من باب الفتوانة وأكشف معلومات وأطلع كل واحد يعني أمام الشعب عريان، بس هنا القصة هل ده بيفيد في إطار دولة حقيقية وسياسة حقيقية ولا هيضر؟ بتتحسب بهذا المعيار. بس يا فندم حضرتك اتكلمت عن موضوع حسن نية المصريين، ما هو أنا أفضل حسنة النية في حضرتك حتى أكتشف أنه حضرتك كنت تتلاعب بي أو كنت ترسم مشروع معين في رأسك. يعني الشعب المصري من حقه يعرف الحقيقة. والله يا برضو أنا هجاوب حضرتك، من حقه يعرف وصدقيني هيعرف،
بس هو الفرق بين ما يطلبه ويتعجل عليه والفرق ما بين انا اديهوله هو التوقيت. هو ده اللي انا بحسبه. امتى يعرف؟ ممكن معلومه لو عرفتها له في توقيت معين ما تجيبش نتيجتها عنده. المعلومه دي لما اديها له وهو جاهز انه يستقبلها تجيب افضل نتيجه عندها. دي حسابات. حتى بالنسبه لي شهدائنا، تاكدي حضرتك ان في جزء منهم، وانا اعلنت ده على المرئي من 48 ساعه، جزء منهم طارت رقبته وجزء منهم هتطير باذن الله، لان دي حقوق. من قتل يقتل ولو بعد حين، وليس ده قرار يخصنا ان احنا نعمله او ما نعملوش. ده حق شهداء وحق اسر وحق اولاد وحق اللي تم اغتيالهم بطريقه سخيفه. هذه نقطه. حضرتك اشرت في معرض الكلام ان الراحل والشهيد عمر سليمان قال ان هناك تعاملات ما بين الاخوان المسلمين وحماس، بل اضاف واكد انها العنصر الثالث فيها هي اسرائيل. كل يوم احنا النهارده بنتاكد ان هناك علاقه وطيده، وزي ما قلت لحضرتك بوثيقه موجود فيها اسرائيل، موجود فيها حماس، موجود فيها الاخوان المسلمين في مصر. اذا ما تتكلموش عن وطنيه، ما تتكلموش عن سياسه، ما تتكلموش عن مصالح شعب. حتى الان لم نرى منكم مصلحه واحده. طلعتوا كتاب كلفتوه ملايين على حساب هذا الشعب اللي محتاج 1000 جنيه مش ملايين عشان يقول انجازات. اما تقول لي انا بصلي الفجر ده انجاز، متهيألي الدكتور يعني هيقول لي انا بصلي اجدع منك. او زياده منسوب نهر النيل. او كلام حضرتك. المطر يعني. يعني اما تقولي لي انا الميزه بتاعتي او من احد ميزاتي ان انا مربي دقني، لا بلبس جلباب، لا انا بصلي. كلام مستواه مضمحل، كلام لا يرتقي حتى ان احنا نعلق عليه. نمره 2 و3 في معرض كلام حضرتك قلت انا عندي عباره عن غاغه تصريحات. هذا يعني تماما ان من هو مسؤول حقيقي عن انه يطلع التصريح ليس في موضوع الطبيعي. فبالتالي كل واحد بيطلع بيقول اللي هو عايز. يقول اللي هو طيب. سياده اللواء، الحديث عن تشكيل حرس ثوري، طبعا الاقتداء بالتجربة الإيرانية المشهودة، كانت ثورة شعبية بدأ بها اليسار أساسا وثم تحولت إلى ثورة إسلامية، وتم شنق الناس اللي بدأوا الثورة واللي قدروا يهربوا ينفذوا بجلدهم نفذوا. مصر مش إيران، وأكيد مش هيتم هذا الموضوع حرس ثوري وما إلى ذلك، لأنه شفت التصريح أثار ضجة كبيرة. ولكن يعني ازاي حضرتك بتقرا الجرأه في انك تطرح الاسم حتى هو يعني يا اخي؟ طب غير، يعني اعمل حاجه جديده، ابدع، بحيث انه ما اقولكش الله ده جايب التجربه الايرانيه. يعني حضرتك شايف الموضوع ده ازاي؟ خليني ارتبها كنقاط. بس اول نقطه انا هعلق على الكلام الراقي اللي قاله الدكتور حازم. نمره 1، كلمه استاذيه. أيوة. هذه كلمه طالعه من التنظيم الماسوني الصهيوني. أيوة. واحنا نعرف هذا التاريخ. نمرة 2، في هذا الإطار أنا نزلت تحقيق ومقارنة بين التنظيم الماسوني الصهيوني وبين تنظيم الإخوان المسلمين، وذكرت التواريخ، وأسست من 1917 والتاني كان 1897 وإزاي الفارق، ولها قصة معينة. وحتى لو نذكر نجد أن 1917 ده بداية تركيبة الاتحاد السوفيتي، تقسيمة دولية بيتقسم عليها أمر. ولو رجعنا إلى 1907 هنجد إزاي زرعت إسرائيل والتنظيمين دول بيشتغلوا. إحنا عندنا تنظيم صهيوني ماسوني لا دخل له لا بالخلافة ولا بالإسلام ولا بالعروبة ولا بالمصرية. ده تأكيد. ده نمرة 1، وتعقيبا أو تكميلا لما قاله الدكتور حازم في إطار مهذب وراقي، يعني حابين نفصله. اما نيجي حضرتك تساليني على تنظيمات ثوريه، لا سبق وقلنا حرس ثوري. حرس ثوري سبق وقلنا مصر ليست ايران وليست تركيا. لا نظام تركيا يمشي معانا ولا يركب علينا، ولا الغاء جزء من القران والمواريث واللي يركب مع مصر، ولا النظام الايراني يركب معانا. هذا لا يمنع من وجود علاقات سياسية بأطر معينة كأسس علاقات دول، ولكن كنظاما له لا ينقله ولا ينقل النظام على حي الزمان ومكان وما بينهما من أغيار، وهو الشعب المصري الذي له طبيعة معينة وجينات من 7000 ل 9000 سنة
هذا نوع بيأكد اللي قلته لحضرتك إنها جهالة، بمعنى الدولة، بمعنى المكان اللي أنا فيه وعايز أحكم فيه، الطبيعة اللي أنا فيها وعايز أتمكن منها، وده شيء مش مظبوط. طب لما أنقل بقى على توصيف حرس ثوري، أنا لست في حاجة لحراسة ثورية، ولست في حاجة لقانون ثورة، ولست في حاجة إلى أن أنا أنشئ أنظمة لا تستوي على الإطلاق مع الطبيعة المصرية، لا تاريخيا ولا شعبيا ولا جغرافيا ولا دوليا سياسيا. هذا بيعطي أساس للجهالة اللي حصلت. ولكن تعقيبا على اللي حضرتك قلتيه مع الدكتور حازم هنا النهاردة، هم يعني يمكن مش حاسين بقى مستعجلين عشان يتمكن، لا، هم حاسين ان الاند بوينت او النهاية بتاعتهم قربت، وعايزين يشعبطوا بسرعة في اي حاجة قبل ما يقعوا. ده حضرتك شايف كده؟ ده تحليلك؟ انا بقول لحضرتك حاجة وممكن نحددها في توقيت ضيق جدا. النهاردة المعطيات اللي موجودة عندي على الارض، لو بحسب مشاعر شعبية، لو بحسب مؤسسة عسكرية بتحسب امن قومي، لو بحسب مؤسسات بتتهدم ومفيش دولة تتهدم مؤسساتها ويبقى موجود دولة، واحنا اول دولة مركزية في العالم، تمام؟ لما اشوف هذه التصرفات اعلم ان اللي رايح في اتجاه جاهل لا نصيب له من البقاء، يعلم تماما نهايته. في نقطة يمكن اخيرة احب اضيفها هنا، في مبدأ كان متأسس في أمريكا بالذات كدولة كانت اسمها نيو إنجلاند أول ما تعملت بريطانيا الجديدة، ولذلك أمريكا كحضارة وتاريخ تفتقد لهذه النقطة. اتأسس فيها مبدأ غريب جدا واللي أسسوه الأسلوب الصهيوني، يقول لك لما تحبي تتمكني من أمر فكيه وركبيه. أيوه، أعيد تركيب. أعيد تركيب. هنا النهاردة الجماعة معتقدة جهلا واضمحلال فكري ان دولة مصر 7000 سنة او 9000 سنة يمكن ان انا افكها واركبها على مقاس هذه الشريحة الصغيرة. ما هو اصل هو بينجح في بعض الاحيان، ما هو نجح في الدستور، نجح في انتخابات الشعب، الشورى، الرئاسة، فده بقى يتيح له الخيال انه انا اكمل بقى مشواري. صدقيني يا استاذة جيهان، لم ينجح في شيء على الاطلاق. وانا هقول معلومة وما هيش رأي شخصي. حينما كان التخطيط من توقيت معين، ويمكن كنا بنتحدث مع الدكتور حازم قبل ما نخش البرنامج، كنا نعلم تماما في خطوات معينة وظروف معينة بتملى علينا. لو حضرتك تلاحظي من فترة كل شوية بتلاقي القضاء ما شاء الله ربنا يبارك فيه ويثبته بيطلع كده يضرب ألم شديد قوي، مش كده؟ يعني في فرق بين التخطيط الاستراتيجي اللي بياخد زمن معين وبيحصل.